تتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاقات مساء هذا اليوم باستمرارية، شوط ينتهي وشوط يبدأ كذلك ليحمل أثاره ويحمل حماس آخر في هذا المنطلق وفي هذه التحديات. انطلق الشوط السادس ليحمل لبكار الثنايا المهجنات العصايل الذي تتواصل حاملة كذلك لواء الناموس والتحدي. في هذا المسار وفي هذا التحدي الجميل انطلق الشوط وهو السادس لابكار الثنايا المهجنات. نعود ونسير مع المراكز الاولى. تمويه تتصدر المجموعه وتقود المشاركات، تحمل شعار يهجن العاصفه، يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير اللي تتقدم، بينما تليها بالمركز الثاني وتتقدم في ثاني المراكز السوان، تأتي في المركز الثاني، تعود ملكيتها مشاهدينا متابعينا الكرام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها علي بن راشد بن حمد بن غدير على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث الشاهينية تندفع على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سيف بن أحمد بن خريدة، بينما مشكورة هناك تتدخل على المركز الرابع من هجن الرياسة، يضمرها عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، والتواجد للمركز الخامس، وتقدمت في مقصصة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سعيد بن عبيد الحميري، يتولى عملية التضمير على المركز الخامس، بينما المركز السادس وصول وقدوم من الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر الظبي ويقودها في التضمير الذي يضمر الظبي أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير كذلك القادم. هذه الست المراكز بناخذ البقية حتى نصل إلى المركز العاشر ونكون نكمل النداء للعشرة المراكز. هذه تواجدت في المركز السابع وتقدمتنا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها مشاهدي الاعزاء سهيل بن مبارك بن مرخان، بينما المركز الثامن تواجدت في ثامن المراكز وتقدم من قبل شرايف من هجن العاصفه، تتقدم على المركز الثامن والمركز التاسع هذه الظبي، والمركز العاشر شوامخ من هجن العاصفة يضمرهن الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه العشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط والمنطلقة بالأثارة وبالحماس كذلك على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم وتحفة الميادين في هذا الانطلاق وهذا التقدم الجميل والرائع في أرضية هذا الميدان. نسير ونتابع المراكز الأولى، نعود إلى المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الشيق والجميل على أرضية ميدان المرموم. عودة مرة ثانية إلى المراكز الأولى، تتقدم في هذه اللحظات وتتسيد المشاركات وتقود هنا السوار، السوان تتقدم على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يقودها في التضمير علي بن راشد بن حمد بن غدير، يتولى عملية تضميرها، بينما المركز الثاني مشكورة تتقدم في المركز الثاني من هجن الرياسة، نعم بالشعار الأحمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يضمرها، بينما تمويه من المركز من الجانب الآخر في المركز الثالث من هجن العاصفة كذلك الواثق يقودها مضمرا في هذه أو في هذا المثلث الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. الثلاث المراكز ما شاء الله انطلقا وانفردا عن البقية وبعد المسافة بينهن وبين بقية المراكز، هنا التواجد وهنا التحرك في هذه اللحظات على المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الأعزاء
وصلت في هذه اللحظات على المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سيف بن أحمد بن خليدة، انطلقت على رابع المراكز. أما المركز الخامس وصلت فيه الظبي من هجن العاصفة، يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما هناك من الجانب الآخر أيضا الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها أحمد بن سلطان بن رشيد، تتقدم على المركز السابع والمركز الثامن تواجد فيه مشاهدي الأعزاء من قبل شرايف وكذلك شوامخ على المركز السابع والثامن. تتقدم شوامخ وشرايف من هجن العاصفة، يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز التاسع هذه وصلت في تاسع المراكز الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها في عملية التضمير يديرها أحمد بن سلطان بن رشيد في تضميرها. تتقدم في هذه اللحظات في المركز التاسع، بينما المركز العاشر أشوف عاشر المراكز هذه مقصصة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سعيد بن عبيد الحميري. هذه العشر المراكز المتقدمة والمنطلقة في هذا الشوط بالتنافس والأثارة والتحدي الجميل لتسير ونذيعها إلى حضراتكم لندانا الثاني بعد مغادرتنا لمنتصف المسافة ومسار الأربعة كيلومترات المتقدمة. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المراكز الأولى مرة ثانية، إلى الانطلاق الأول في هذا المسار، وإحنا نعاد اللوحة الثلاثة كيلومترات ونعاد الحزام القابات في هذا المسار، وهذا التقدم تمويه عادت مرة ثانية إلى المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما تلاحقها مشكورة في المركز الثاني من هجن الرياسة ويقودها عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي على المركز الثاني. الثنتين في أداء رائع وجميل للقاية في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق بشعارات ملكية جميلة ومؤسسات عملاقة في عالم الأصالة وعالم الناموس. المركز الثالث تتقدم فيه السوان على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أبو راشد علي بن راشد بن حمد بن غدير كذلك اللي يقودها مضمرا مع المركز الثالث. أما المركز الرابع فالتواجد على رابع المراكز مشاهدين الأعزاء، وتقدم في هذه اللحظات ووصول شرايف وقدوم كذلك الظبي من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، وكذلك تتواصل شوامخ في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة، ولكن تتقدم هنا وتتواجد الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. هناك القدوم والتقدم من مقصصة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سعيد بن عبيد الحميري، وكذلك الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم تتواجد الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد، يضمرها سهيل بن مبارك بن مرخان. هكذا مشاهدين الأعزاء قادرنا البوابة، بوابة المضيق والانطلاق وافتتاح الاثنين كيلومتر في مسار هذا الشوط. في تحديات هذا المساء عودة مرة ثانية، عودة إلى المراكز الأولى والملاحقة بالمركز الأول.
نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى الانطلاق الأول في هذا المسار، ولا زال التمويه مشكورة يتبادلا المركز الأول، يتبادلا تغير مشكورة إلى المقدمة، تعود مرة ثانية تمويل أو تمويه وتعود مرة ثانية إلى المقدمة وتبادل مراكز. جميل على الانطلاق وعلى المراكز الأولى، تسيطر مشكورة في هذه اللحظات بشعار يهجن الرياسة، يضمرها عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، تمويه في المركز الثاني من هجن العاصفة، يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير الثنتين بعدا عن البقية. وأشوف المركز الثالث اللي تتواجد في شرايف، شرايف المركز الثالث، راقبوا وتابعوا هذا الشوط. بدت السرعة وبدأ الرقص وبدأ الأداء الجميل، بدلنا الأصايل من المرباع ليتبدل على اليسار وعلى اليمين، يوم ما عندك سبوق مات يا بتاخذ الأول من الأول غصب. الله يا سلام يا سلام يا سلام، نعود يلا المراكز الأولى، يلا الانطلاق الأول، يلا الاندفاع الأول. هذه تمويه، تمويه على المقدمة على المركز الأول. شوف تبادل المراكز، غير التمويه، بدلت عن مشكورة، مشكورة مشاهدي الأعزاء. يا سلام يا سلام يا سلام بهذه الانطلاقات وهذه التحديات. شعار يهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير. أوه يا سلام، وصلت الظبي، وصلت الظبي 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 الظبي، تبى مشكورة وتبى تمويه، ولكن مشكورة عادت، عادت مرة ثانية. شوف التنافس جميل والشوط مثير للغاية، لأن في تبادل مراكز وفي تغييرات. مشكورة وشعار هجن الرياسة يتقدم بالمركز الأول. هذه مشكورة من هجن الرياسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. إلى هجن الرياسة المركز الثاني، وصلت في الظبي ووصلت تمويه في المركز الثالث من هجن العاصفة، بينما المركز الرابع نترقب الوصول للرابع. هذه أيضا من هجن العاصفة اللي هي شرايف، والمركز الخامس بقية المراكز. لجنة خط النهاية لها متابعة، ونعود ونهني هجن الرياسة على فوز مشكورة بالمركز الأول، وعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي تهانينا للجميع.